السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سيف بن عبد الله المنذري، مدير تطوير الأعمال بشركة الشرق الأوسط لأنظمة المعلومات. تتمثل مشاركة شركة الشرق الأوسط لأنظمة المعلومات في كوميكس 2022 بإبراز أهم صيحات التكنولوجيا وأهم التقنيات التي تسهم جنبا إلى جنب مع مواكبة رؤية عمان 2040 بما يدعم التطور التكنولوجي الذي تشهد السلطنة بشكل خاص والعالم بشكل عام. مشاركتنا لإبراز أهم المنتجات في كوميكس 2022 ليست بغريبة، فقد سبق وأن شاركنا في دورات سابقة، والفرق بين المشاركة هذه السنة عن السنوات السابقة هو في إبراز أحدث التقنيات وإبراز الصيحات الجديدة المواكبة للتطور التقني في السلطنة. شكرا لجميع القائمين على تنظيم كوميكس 2022، شكرا لموظفي وإدارة شركة MDS على المجهود المبذول لإبراز أهم منتجات الشركة، وإلى مشاركات قادمة إن شاء الله تعالى في دورات قادمة بتقنيات أفضل وبمشاركات أكثر إن شاء الله. شكرا جزيلا.